مستشفى بورقاص طبعا مقام عندي على مساحة 5 فدادين و13 قيراط، فيها 3 مباني، عندي المبنى الرئيسي وعندي مبنى خدمات وعندي مدرسة تمريض فيها كامل الخدمات الصحية اللي بتخدم أهالي أبو راس كلهم، حوالي 1,000,000 نسمة. وفرت المستشفى طبعا أكتر من 600 فرصة عمل لأهالي المنطقة هنا هوت. نسبة الإنجاز حوالي 30% من المشروع، متوقع انتهاء الخرسانات إن شاء الله في يوم 30/4، وبيدخل معنا بنود تانية زي أعمال المباني والتشطيبات، كله بيبقى متوازي مع بعضه في العمل. طبعا نقلة حضرية كبيرة جدا، ومركز أبو قراص كان محتاج مستشفى مركزي زي كده يعني، وبتخدم الناس كلها.